وهذا يسأل عن القات هل هو محرم أم لا. نعم، والشيشة أشد وأشد، والتنباك أقبح وأخس، والمعسل أخس من الجميع، إنما هو شيء شر من ما ذكر جميعا. هذا ما شاء الله جاء بها بالترتيب، بالترتيب، يعني القات فيه ما يعرفه من نور الله بصره وبصيرته من أبناء هذه المنطقة من إسراف المال، تضييع الأوقات، وإهمال الأولاد والأسر، و و و و و إلى آخره، وضياع العبادات، العصر ما فيه، المغرب ما فيه، العشاء ما فيه، الظهر هو يدور يبحث عليه عنه عند الموردين. صدق شيخ شيوخنا الشيخ حافظ، إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، ومغربا وعشاء قط لم يأتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة وغفلة مع تفويت الجماعات. والشيشة كذاك معشوقة الشيطان قد برزت بها فخاف لأرباب الجهالات. هذه معشوقة الشيطان، إما تنباك وإما جراك وإما معسل، وكلها ظلمات بعضها فوق بعض، هلاك فوق هلاك. الأول هلاك التنباك، والذي فوقه الجراك أشد هلاكا، والمعسل أخبثها جميعا، كلها مفسدة لما للرئتين، صح ولا لا؟ وهكذا الدخان، وهذا التنباك هو منه الدخان، السجائر هذه من من التبغ، من التنباك، هذا يطحن ويعبى في هذه الأوراق التي تلف. يا شارب التنباك ما أجراك، من ذا الذي بشرابه أفتاك، إلى أن قال وتلاف مال لا تجد عوضا له إلا دخانا قد حشى أحشاك، حشى الرئتين حتى اسودت وجاءها السرطان، نسأل الله العافية والسلامة. هذا خبيث، والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الآية، فما فيه عاقل تسأله عن الدخان إلا هو يقول لك إيش؟ ضار. التنباك التبغ ضار، الشيشة النرجيلة ضار، البربورة، كلها هذه أسماء لمسمى واحد، شيشة نرجيلة بربورة، كلها هذه ضارة تهلك الإنسان. ما في عاقل، حتى الشركات التي تبيعه تكتب تحذير رسمي: التدخين يضر بصحتك، ننصحك بالامتناع عنه، شهد شاهد من أهلها أن هذا يضر بصحتك. فهذا خبيث. سألتهم أحلال ذا الشراب لكم من طيبات أحلت بالدلالات، أجابني القوم: ما حلت ولا حرمت، ما هو حلال ولا حرام، ما هو مذكور في القرآن ولا في السنة. فقلت لا بد من إحدى العبارات: أنافع أم مضر؟ بينوه لنا. قالوا: مضر يقينا لا ممارات. قلنا: فلا شك أن الأصل مضطرد بأنه الحظر في كل المضرات.